حديثنا في هذا اليوم عن أحكام فقهية مختصرة بأدلتها الشرعية عن أقسام الماء وطهارته ونجاسته. عاشراً، الطفل وليس البنت، الطفل الرضيع الذي يرضع من ثدي أمه إذا بال فقط، الحكم مخصوص ببوله، فإنه لا يلزم في ذلك أن يغسل، بل يكاثر عليه الماء بأن يرش عليه الماء ويكاثر عليه الماء دون أن يغسل. والدليل ما جاء في الصحيحين أن طفلاً بال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنضحه بماء ولم يغسل، وفي سنن أبي داود وغيره كما ثبت عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. إذن بول الغلام الرضيع فقط، إذن غائطه لابد من الغسل ولا يكتفى بالرش، قيئه على الصحيح أيضا لابد من الغسل، الكلام مخصوص بالبول. أما الجارية وهي البنت التي ترتضع فإن نجاستها لابد فيها من الغسل سواء كان من بول أو غيره. لماذا التفريق؟ قيل لأن الغلام يحمل كثيرا، وقيل غير ذلك، المهم عندنا الدليل. وليعلم أن المقصود من الرضيع هو الذي يرضع من ثدي أمه، أما الذي يرتضع من هذا الحليب المصنع فإنه لا يدخل في ذلك. فإن كان يشرب من هذا الحليب المصنع ولا يشرب من ثدي أمه فإن بوله يغسل. لما؟ لأن هذا الحليب المصنع إما من بقر أو ما شابه ذلك. الحديث يتحدث عن ماذا؟ عن الطفل الرضيع الذي يرتضع من ثدي أمه.